قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام واقرأ مني عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، هل هناك شيء يعني أعظم من هذا؟ أن يقال لمخلوق إن الله عز وجل يقرئك السلام، ثم يقول جبريل إنه يقرئه السلام، كرام عظيم وتشريف كبير لهذه المرأة، وذلك لعظمتها، امرأة عظيمة وقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وآزرته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أختها قال هذه خديجة، يعرفها من مشيتها عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ذبح شاة أهدى إلى صديقاتها. تقول عائشة والله ما غرت على أحد ما غرت على خديجة وما رأيتها، لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ومن الثناء عليها، ويقول إنها كانت وكان لي منها ولد.